فاتت الورشة في الوقت المناسب، خاصة وأن الوزارة تعمل على طرح المناهج الجديدة، وكما تعلمون يعني هناك تأكيد على الحفاظ على يعني الجغرافيا السورية والهوية السورية من خلال مادة الدراسات الاجتماعية، هذا سيكون من خلال موضوع تعليم التراث. لكن كثير مهم نحن نشتغل مع الشباب يلي هن رح يكون جيل المستقبل على يفهموا شو معنى التراث العالمي. بسوريا في 6 مواقع مدرجة على لائحة التراث العالمي ومن بين دمشق. لنحافظ على التراث العالمي كمان لازم نفهم التراث الوطني، ولنعرف التراث الوطني والتراث العالمي اللي نقدر ننفتح على كل تراث بالعالم وعلى ثقافات العالم. من هون نحن عم نشدد أهمية هاي البرشة. تراثنا بإذن الله ما فقد، يعني هلأ نحن كل وجودنا هون لترميم اللي ممكن يروح، وكثير كثير ضروري. يعني ما إله مثل ما بيقولوا ماضي، ما إله مستقبل. يعني التراث هو الوعاء اللي بيضم كل شيء أنجزه أجدادنا. التراث السوري هو منطلق للتراث العالمي، يعني كلنا بنعرف أنه تاريخ بلاد الشام وسوريا هو مرجع أساسي بالنسبة للتراث العالمي. يعني في كتير ثقافات انطلقت من الشرق، من عنا من الشرق، ومدع بند النظر حول العالم صار موجودة.